احدى المعارك اللي هي تحرير الموصل. احنا بالساحل الايسر كانت عندنا يتذكر الاخ لواء يحيى عجلات بيها سماعات وناخذها، وهم ايام شهر رمضان تذكر لواء نروح لهذا يعني. الجامع الكبير أي. اللي هسه موجود بالموصل على الساحل الايسر يبثون رسائل ونبث أي. رسائل هنا بهاللحظه هاي صادفتني حالتين. الحاله الاولى عائله، الحقيقه احنا من نجي نطلع من قياده عمليات نينوى من هاي القصور الرئاسيه وندخل باتجاه الجامع الكبير، نبدا نضبط عجلاتنا وسياراتنا حتى نبدا نبث عبر الجامع للساحل الايمن. وقفنا احد العوائل الموصليه، فوقفنا قال تفضلوا يمي شربوا شاي قبل الجامع. نزلنا والله شربنا شاي يمه، قعدنا شلونك ايش محتاج ما محتاج. طلعنا جتي اخته، طبعا اخته ما تحكي خرسه، بنيه شابه يعني عمرها بحدود 30 سنه. استغربنا يعني فسالناه قلنا له ليش ما تحكي؟ قال هاي شافت ارهاب الدواعش وشلون يذبحون وشلون يعذبون صار العالم صدمة. وصارت عندها صدمه وما قامت تتكلم. مو احنا نذب ملايين المناشير، هاي رساله للي يشكك للموصل من كنا نذبها تتذكر لواي هي من الطائرات مالتنا، فكانوا يحتفظون بهاي المناشير وضاميها وين؟ هسه من قال لواء يحيى يدزون واحد برا يباوع اخاف يصنط. وطلعت لي مجموعه من المناشير هي خطيه هي وتاشر لي وكذا وهاي، يعني هذا شيء يدل على انه الناس متمسكين باصالتهم، متمسكين بعروبتهم. فهذا الحقيقه استلهمني.